مرحبا شباب، انا كيف شلتكم بخير؟ طمعين حالكم. قبل بداية هذا الفيديو صراحة بمحمد عليه الصلاة والسلام فيديو اللي بنجمع الخير للجزء الثاني مع اختي الصغيرة. طبعا يا جماعة بالجزء الاول والله يا جماعة كتير الناس طلبوا مني اني اسوي جزء ثاني والفيديو جاب لايكات واللعبة صرعتني جد يا جماعة. الفيديو الماضي والله جدا انه جاب تفاعل منيح والتعليقات كلها انه منا الجزء الثاني منا الجزء الثاني. فاليوم يا جماعة باذن الله جزء ثاني مع ونفس الفكرة، بس المرة يا جماعة على كل 5 كلات رح تاخد 50 دولار. مثل ما شايفين يا جماعة رح تاخد على كل 5 كلات 50 دولار. طبعا يا جماعة ما في 10 دولار 10 دولار، بس انه على كل 5 كلات تاخد 50 دولار. فيا جماعة اختي ما بقى يعجبها التركي، فهالمرة بدها تتعامل في الدولار. فجاهزة يا نور؟ جاهزة. جاهزة. طب احكي لهم، قولي لهم شكرا على تعليقاتكم الحلوة وعلى كلامكم الحلو. يلا احكي. شكرا على التعليقات الحلوة وعلى كلام حلو وحطن جوات قلبي. ايييي وتحبكم جوات قلبها. فيلا جاهزة يا نور؟ جاهزة. يلا. اوكي يا جماعة مثل ما شايفين هي دخلنا الجيم ونور متحمسة كثير مشان تاخذ المصاري. متحمسة يا نور؟ طبعا يا جماعة المصاريف دول يعني هي لساعة الطفلة ما راح تاخذون، راح تاخذون امي راح تشتري فيهم اغراض. فمبلغ كثير عالي يا جماعة، فاكيد هي طفلة ما راح تاخذون. فا اوكي خلينا ننزل نور، ننزل سنتوزا نلوت. طبعا يا جماعة والله العظيم اني سويت هذا الفيديو لانه كثير ناس طلبوا مني والله، حسوني منا جزء ثاني من جزء ثاني، حسوني حبيناك اكثر من اختك. خلص حسوني اعطي القناة لاختك، حسوني خلص. وانا يا جماعة عم ابكي في الزاوية، بعتوني مضايقة يا جماعة. لوت لوت. هلا نور ايه؟ انت بالفيديو الماضي يعني سألتك عن يوتيوبر فري فاير انه مين بتتابعينه، طلع مستر حنان وحشيش ما؟ ايه. طيب غير اللي بيلعبوا فري فاير مين بتتابعي؟ نور مار. نور مار يا عين. ايه انسى صالة. ايه وفلة. وابو فلة بتتابع ابو فلة كمان. انت من ايمت بتتابع ابو فلة انت؟ بتتابع بسمة امير. اه بسمة امير. شو بسمة امير؟ اه بس امير. اه بس بتمول بتتابع ابو فلة. انت اسمك بس بتمول بتتابع ابو فلة يا جماعة. اه بس امير. شفت في غراض هون خزون. شفت في غراض؟ بدي دم، انا لازمني دم. بس ما في دم هون، بس انا بلاقي عالم، بلاقي كله بالبيت، بس انا كله بلاقي اليوم. اوكي يا جماعة شكرا نور، ما رح تاخذ شيء لانه هلا ما اخذت ولا كيل يا نور. اوكي حاجتي لوت. اوكي هلا خليني ناخذ. اوكي هاي 2 ثلج. انت يا جماعة جايب صقر ماني جايب الهدف، خلينا نكسر طور الدرع ونروح على البيك. يلا ما هي الحركة هيتي؟ الحركة هاي بس يكون دمي ناقص بعمل الحركة. انت ماني في واحد في واحد والله ما كنت منتبه. اثنين تايمين. لا والله واحد. انا شفته اول شيء. كفو انت كفو. اوكي بدي اجيبه اصفر يا جماعه. اوكي يا جماعه بدي اجيبه ون شوت. كفو نود. يلا كفو 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 كفو. يا جماعه رح اجيبه ون شوت بس شكله بلعب اصفر خوفني والله. يلا كفو يا نور، تمنك 4 كلات وبتاخذي 50 دولار. والله العظيم يا جماعه انا ما كنت شايفه اختي. في واحد في واحد. كيف شفتي كيف شفتي؟ من البعيد شفته، هيك لابس لونه اسود بين. اه انت اسطوره انت نور. ليش ما تلعبي فري فاير؟ لانه الشعر صغيره. اوه كمان هي للشباب مو للبنات. ايه لا بيصير للبنات كمان بس تكبر رح تلعبين فيها ما؟ ايه حق معك. شو؟ حق معك. حق معك شو دخل حق معك؟ الحبتك الحلو.
الله الله، نفسي عن العسل ده بالعافية. هلا عندي أكتر. أنا ماسك نفسي عن العسل ده بالعافية. الله الله. عمر نور عمر عم يمدحك ها؟ وبيحكي وانت عسل. عسولة ولا عسل ولا عسولة عم تتمسخر. يلا يا جماعة هلا ماني جايب الا كيلو واحد. شوف يعني ما في مصاري. اليوم ما رح تعرف شيء. عشان ما في لا موجودة مصاري. إيه إذا ما جبت 5 كيلات ما بصير تاخدي. شلون شو هاي أنا شفتها؟ ما في سيارة، ما في سيارة يا جماعة والله العظيم. الجيم الشورو بايخ بايخ لدرجة. نروح نجيب كيلات يا جماعة. خلي 50 دولار عليا معلش. والله يا جماعة هلا رح موت بغدر. كل واحد معه لانشر. هلا شو اوكي في فينس 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 الضربة فوق ولا تحت؟ خبر منا اكثر حلب. كم ليا؟ اوه ماي جاد. الله ماشي حالك نور. اوه ماي جاد. في واحد خبى منا. عنا ما انت تاخذ عنه ثلث واحد خبر. خليك انت اول شيء عم تلعب وان شوت. ليش هيك؟ في اتعب معك اوكي. وفي تياب مني. كفو 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 كفو. عم عاد معاد كفو نور. تم كلين حتى 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 تاخدي 50 دولار. ليه تاخد المصاري؟ لسه لسه في كلين حتى تاخدي المصاري. في سيارات قدامك. في سيارات؟ ايش قدامك هون لونها ازرق. طبعا يا جماعة انا لقيت انا عرفت ليش انه ما عم لاقي ناس ولا لانه راكي هيرو يا جماعة. دايموند فور او هيرو هيك شيء. فمشان هيك يا جماعة الناس عم تلعب سكور. انت حبيب بشعري خلاص مدفون. شو نور هذيك المرة؟ هذيك المرة سقط في ناس. شاد في ناس هذيك المرة؟ لأن هذيك المرة رانكي واطي. محمد نور بالله. طلعت في زحورة ثانية. تخشي هاي السيارة الفخمة. الفخمة؟ ايه رح اخذ سيارة الفخمة. اوكي يا جماعة الخير. تم شخصين. والله يا جماعة شكله رح تاخذ بس 50 دولار. والله يا جماعة كان نفسي اعطيها 100 150 بس حظك يعني مو بايدي حظك. بس 50 دولار يعني مو نور مو مثل 50 تركي. كان في تيجي هون بس خطفت. ايه صحيح؟ ايه. انا راح اجيب فيها ناس بس اختفت. يا طبعا يا نور انتي سنة كمان وما بتطلعي معي على اليوتيوب. بتصير بتصير كبيرة. كل حد هنا في واحد في واحد في واحد في واحد. اوه هاي كلين حلو. اي واحد هون بقتل ذاك. عم عاد ايش محطوط فول كنترول يعني. اوكي 5 كيلات حلو. هاي اول 50 دولار. اوكي ما رح اجيب ال يا نور. انت ما عم تخليني اركز نور. حط
اوكي نور، هي اول 50 دولار. الف مبروك نور. كفو كفو كفو. انتي سو كيوت. كم واحد هذا الناس هلا اتاكته نازل هلا. الله يالك ابو. واحد في قنبلة بعد. والله خايف ما يزيدني يا جماعة لأنه ماسك علي هالعالي. مثل ما بقولوا هاي جراند آمر. يا تخبى منك. لا أوه. والله ما هي لك، هي وراك لك. هلا يلا كفو نور، كفو سبنا الجيم. كفو 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 كفو. الله نحن الافضل. كفو 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 كفو. طبعا يا جماعة انا جبت 7 كلات وهي على كل 5 كلات بتاخذ 50 دولار. فيا جماعة يعني هلا راح اعطيها 50 دولار كمان، لازم ترجع منها 30 دولار. لازم ترجع منها 30 دولار يا نور. ها يعني واحد ولا اثنين؟ ثلاثة لازم. لازم ترجع منها 30 دولار. 30 دولار. اووو. اوكي يا جماعة الخير، لنا وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو واتمنى انكم استمتعتوا. ويا جماعة ما بعرف اذا اسوي جزء ثالث ولا لا، بس اذا بدي اسوي جزء ثالث بده يكون بعد شهر او هيك شيء، لانه اذا كررت يا جماعه الفيك بتصير ما حلوه. فخلينا نوصل هذا الفيديو لل 130 الف لايك. شكرا لكم على الدعم الاسطوري، وبس بنشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم. بس باي. عاملين لهم باي هون، عاملين لهم باي هون هون. الله يلا.